السابعة والنصف مساء بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع روزي الخوري. مساء الخير إليكم، عناوين النشرة. قوات الاحتلال تصعد غاراتها على غزة بعد فشل المبادرات السياسية وتستدعي المزيد من قوات الاحتياط. على وقع المجازر، رئيس النظام السوري يؤدي اليمين لولاية رئاسية جديدة. لبنان ليس فيه بيئة حاضنة للتطرف والإرهاب. سلام يؤكد تماسك الوضع الأمني ويرى في عدم انتخاب رئيس الجمهورية إساءة لصورة لبنان. وهلأ مع أكرم برنامج من بنك بيبلوس، استبدلوا بس 29,000 كارد مايل بسفر على إيطاليا. أهلا بكم. التحذيرات من خطورة المرحلة التي وصلت إليها البلاد سياسيا وأمنيا في ضوء مسيرة التعطيل التي بدأت بالحؤول دون إكمال النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية، وصولا إلى الشلل الذي أصاب المجلس النيابي والتعطيل الذي يضرب مجلس الوزراء. هذه التحذيرات بلغت الذروة مع تصريحات متزامنة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام. والسؤال، هل من تحركات في الأيام الآتية تقي البلاد الأخطار في ظل التغييرات التي تلفح المنطقة بنيرانها المشتعلة في أكثر من مكان؟ واليوم، ومن دمشق التي تعيش مسلسل القتل اليومي والذي حصد أكثر من 150,000 شهيد، أدى رئيس النظام بشار الأسد اليمين الدستورية لولاية جديدة من 7 سنوات، مهددا الدول العربية والغربية التي دعمت من أسماهم الإرهابيين بأنها ستدفع ثمنا غاليا من دون أن يغيب عن باله توجيه الشكر لحزب الله وروسيا وإيران لتقديمهم الدعم لقوته. العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 215 بعد استشهاد 4 أطفال من عائلة واحدة استهدفتهم الزوارق الحربية الإسرائيلية، في وقت قررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة استدعاء المزيد من قوات الاحتياط لدعم العملية العسكرية. تذرعت قوات الاحتلال برفض حماس للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، فواصلت اعتداءاتها على قطاع غزة، وقررت الحكومة الأمنية المصغرة استدعاء 8,000 عنصر جديد من قوات الاحتياط لتدعيم عملية الجرف الصامد التي بدأتها تل أبيب منذ 9 أيام، وعمدت إلى إنذار قرابة 100,000 فلسطيني بإخلاء منازلهم في شرق القطاع، تمهيدا لشن غارات جوية جديدة ضد مواقع ومنازل نشطاء من حركة حماس. جيش الاحتلال الذي لا يفرق بين طفل ورجل أضاف إلى سجله الإجرامي 4 أطفال فلسطينيين استشهدوا نتيجة القصف الذي استهدف شاطئ غزة، بالإضافة إلى عائلة من 3 أشخاص استشهدت في خان يونس جراء قصفها وهي داخل السيارة. هذه الأحداث تأتي استكمالا للغارات الإسرائيلية التي طالت مقر وزارة الداخلية، بالإضافة إلى منازل المدنيين ومسؤولين في حركة حماس، من بينها منازل القيادي محمود الزهار و3 آخرين. أما كتائب القسام فأكدت استهدافها قاعدتي تسليم وحتسريم العسكرية، بالإضافة إلى إطلاقها صواريخ على ديمونة وتل أبيب التي دوت فيها سفارات الإنذار وبئر السبع وغيرها من المستوطنات. وفي ظل تعثر المبادرة المصرية بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع، يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين في حماس في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. في سوريا ووسط الدمار وأكثر من 170,000 قتيل، أدى رئيس النظام السوري بشار الأسد اليمين الدستورية لولاية جديدة من 7 سنوات في مراسم أقيمت في قصر الشعب الرئاسي بدلا من مجلس الشعب. وفي كلمته بعد أدائه القسم، اعتبر الأسد أن الدول العربية والغربية التي دعمت الإرهاب ستدفع ثمنا غاليا، وقال إن الأزمة في سوريا لا يمكن حلها من الخارج، مشددا على الحل السياسي.
الرئيس الأسد خصص نحو 20 دقيقة من خطابه للحديث عن الأخلاق والفساد، لافتا إلى أن المنحرفين لم يتلقوا تربية صالحة من أهلهم. ولا الأسد الذي لم ينسى مهاجمة العديد من الدول وجه الشكر لحزب الله وروسيا وإيران لتقديمهم الدعم لقواته خلال 3 سنوات من الحرب في سوريا. لا نحب العنتريات ولا نحب البندريات، يعني العنتريات إما أن نذهب باتجاه مواجهة العالم من دون مبرر وبتهور، أو أن نفعل كما يفعل الشقيق أردوغان، يريد أن يحرر الشعب السوري من الظلم ويحلم بالصلاة في الجامع الأموي. وعندما أتى موضوع غزة رأينا بأنه حمل وديع، يشعر تجاه إسرائيل كما يشعر الطفل الرضيع تجاه حضن أمه بالحنان. إن صمودكم هو الذي أعلن رسميا وفاة ما سمي زورا وبهتانا الربيع العربي، وأعاد توجيه البوصلة. بس ما في داعي لنعمل تعزاية. ميدانيا، قتل أكثر من 40 عنصرا من قوات النظام وحزب الله وجرح العشرات خلال المعارك على جبهة مارك بريف حماة. وفي دمشق اندلعت اشتباكات عنيفة على أطراف حي جوبر، سيطر في خلالها الجيش الحر على عدد من المواقع التي تبعد مئات الأمتار عن ساحة العباسيين. وفي درعا سيطر الجيش الحر على كتيبتين لقوات الأسد. المواجهات امتدت إلى حلب التي شهدت اشتباكات في محيط مبنى الاستخبارات الجوية، في حين قصفت كتائب الأسد مناطق عدة بالبراميل المتفجرة. ووسط استمرار المعارك بين عناصر حزب الله والمعارضة السورية، سقط صاروخان ظهرا مصدرهما السلسلة الشرقية، الأول على أطراف بلدة بريتال والثاني بين بريتال والطيبة، ولم يفد عن وقوع إصابات. في مدينة جدة، لقاءات مكثفة عقدها الرئيس سعد الحريري وقيادات تيار المستقبل للبحث في التطورات اللبنانية، أبرزها الوضع الأمني وموضوع المشاركة في الجلسة التشريعية. التقرير لمنير الربيع. حضرت الأزمة السياسية التي تضرب كافة مؤسسات الدولة بقوة في الاجتماعات التي عقدها الرئيس سعد الحريري مع قيادات تيار المستقبل في جدة، وإلى جانب النقاش حول الأوضاع المستجدة في عاصمة الشمال وضرورة التنسيق بين الجميع لحمايتها وصيانة أمنها، كان حضور بارز لموضوع المشاركة في الجلسة التشريعية المزمع عقدها، سلسلة من القرارات خرج بها المجتمعون، منها الاستعداد للمشاركة في الجلسة التشريعية وفق ما تفرضه الضرورة كسلسلة الرتب والرواتب بطريقة عادلة وموضوع اليوروبوند. نحن على أتم استعداد نحضر الجلسة التشريعية بالظروف اللي طرحناها وطرحتها قوى 14 أدار، هو موضوع المعاشات وتأمين معاشات في آخر شهر، هذه مسؤولية وزير المالية، لديه كل الإمكانيات، لديه القوانين كلها متوفرة، وإذا فعلا عنده نية وزير المالية هالمرة ينزل عقل الرحمن على راسه ويففي عم يطبق القوانين اللي ما كان يطبقها وقت اللي كان وزير صحة، المخرج بسيط جدا، فليأتينا بموازنة 2014 ونحن مستعدين للسير بموازنة 2014. ينفي فتفت الكلام الذي قيل عن رفض المستقبل بحضور الجلسات التشريعية لمناقشة الموازنة. احنا مستعدين والرئيس سنيورا مستعد يناقش موازنة 2014، بس حتى توصل لموازنة 2014 حتقدر تعمل قطع حساب حقيقي، بدك تعمل تموضع وإعادة تصويت على كل ما جرى بالسابق، يعني في آليات قانونية واضحة، الحل القانوني الحقيقي موازنة 2014، نحن على أتم استعداد لموازنة مع قطع حساب حقيقي، مش قطع حساب محصور فقط بال 2012 مثل ما عم يحاولوا يسووا. ويؤكد فتفت أن التيار على اتفاق تام مع حلفائه المسيحيين، وأن قوى 14 من آذار لن تنجر إلى الوقوع في مطب الابتزاز على حساب مطالب الناس من أجل تشريع أمور عادية. أكد رئيس الحكومة تمام سلام أن الوضع الأمني متماسك، وأي تأخير في انتخاب رئيس الجمهورية يشكل إساءة لصورة لبنان. مواقف من الوضع الأمني وعمل المؤسسات وصولا إلى ما يجري على الحدود أطلقها رئيس الحكومة تمام سلام في كلمة ألقاها في الإفطار السنوي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية في البيال، فقال إن لبنان ليس بيئة حاضنة للإرهاب والوضع الأمني متماسك، إنما يحتاج إلى تحصين سياسي. لبنان ليس فيه بيئة حاضنة للتطرف والإرهاب، إسلامه معتدل ومسلموه وسطيون
داعمون للدولة ومؤسساتها. الإفطار حضره الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة ممثلا الرئيس سعد الحريري وعدد كبير من الوزراء والنواب والشخصيات. أحذر من أن الأوضاع العامة في البلاد بدأت في التراجع نتيجة للتعطيل الذي أصاب السلطة التشريعية وبدأ يتسلل إلى السلطة التنفيذية وكافة المؤسسات. إن التضامن مع أهلنا في فلسطين لا يكون باستجلاب الأذية المجانية لأهلنا في لبنان. وليؤكد للبنانيين أن جيشهم وقواهم الأمنية تقف بالمرصاد لكل محاولات العبث بأمنهم. وأكد سلام أن الطريق الوحيد للتصدي للعدوان هو التكاتف والتعاضد والوحدة الوطنية. وقبل متابعة النشر نتوقف مع فاصل نستمع خلاله إلى آيات من الذكر الحكيم ثم رفع أذان المغرب. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الأخبار. في الجنوب أطلق مجهولون صاروخا ليلا من خراج رشي الفخار باتجاه الأراضي المحتلة، فيما تمكنت مديرية المخابرات من توقيف فلسطينيين متورطين في إطلاق الصواريخ. غدا إطلاق صاروخ من نوع جراد باتجاه الأراضي المحتلة ليلة الثلاثاء الأربعاء من منطقة واقعة بين رشي الفخار والخريبي في العرقوب وسقوطه في منطقة وعرة في وادي أبو قيس شرق بلدة الخيام. شهدت مناطق العرقوب وحصبية ومرجعيون انتشارا كثيفا ودوريات مؤللة وراجلة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، كما أقام الجيش اللبناني حواجز ثابتة وأخرى متنقلة تم خلالها تفتيش السيارات وتدقيق في هويات ركابها. في وقت أعلنت قيادة الجيش أن مديرية المخابرات تمكنت من توقيف اثنين من المتورطين في عملية إطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهما الفلسطينيان خليل خراز وشقيقه حسن اللذان اعترفا بإقدامهما على نقل الصواريخ إلى مكان إطلاقها، وتستمر التحقيقات مع الموقوفين لكشف بقية المتورطين وتوقيفهم. وفيما لم يسجل أي رد إسرائيلي أطلقت قوات الاحتلال عددا من القنابل المضيئة فوق مواقعها في تلال كفر شوبة مع سماع دوي انفجارات داخل مزارع شبع المحتلة، وتزامن ذلك مع تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية من دون طيار منفذة طيرانا دائريا فوق مناطق مرج عيون والعرقوب لأكثر من ساعة ثم عادت أدراجها نحو الأراضي المحتلة. نفذت هيئة تنسيق نقابية إضرابا بالتزامن مع اعتصامين، الأول أمام مبنى التنظيم المدني والثاني أمام وزارة التربية مطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. اعتصام ذو رسالتين نفذته هيئة التنسيق والطلاب والأهالي أمام وزارة التربية، الأولى الدعوة للإفراج عن الشهادات الثانوية الرسمية، والثانية أنهم يدا واحدة في مواجهة عدم إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وزير التربية الياس مصعب أسف لدخول قطاع التربية التجاذبات السياسية أسوة بالمياه والكهرباء، وهو دق ناقوس الخطر فيما خص العام الدراسي المقبل. سلسلة الرتب والرواتب ما بقى في منها مهرب، إذا ما أقروا السلسلة ما بقى في شيء رح تتحلحل أموره بهالبلد. الأمور من اليوم ورايح لازم تتسمى بأسمائها ومثل ما هي. مش مفروض الطلاب يدفعوا ثمن الخلافات السياسية، خاصة أنه أنا عم قلكن وبعلن من هلأ بعد 4 أيام من اليوم بنكون فتنا بالمحزور. إذا ما بلش التصحيح أنا بقلكن الطلاب ما فيها تروح على عام دراسي جامعي. عضو هيئة التنسيق النقابية حنا غريب دعا إلى تحييد الملفات الاجتماعية عن السياسة، كما كانت مواقف للأهالي والطلاب. عم نقول من خلال وحدة الأهل، وحدة التلاميذ، وحدة الطلاب، وحدة الأساتذة والمعلمين، حنروح عليهم كلنا سوا دفعة وحدة، أهالي وأساتذة ومعلمين وموظفين وأجراء ومياومين. موقف الأساتذة وموقف الأهل وموقف الناس موقف موحد تجاه هالمطالب هيدي يلي رفعتها هيئة التنسيق. نحن شو ذنبنا؟ أنا شو ذنبي أقعد أفكر إمتى حتطلع نتيجتي؟ أو إذا نتيجتي حتطلع أو لا؟ اللي نحن الواقع اللي إحنا فيه هلا وعم ناخذ شهادنا، نطلع السبب مين اللي السبب؟ سبب النواب لأن ما كروا السلسلة وما عم يتفقوا مشان يحطون السلسلة. وفي وقت هدد غريب بتعطيل أعمال مجلس التنظيم المدني، ما يعني تعطيل أعمال 15 وزارة، نفذت هيئة التنسيق اعتصاما أمام مديرية التنظيم المدني، حيث طالب رئيس رابطة موظفي القطاع العام محمود حيدر الكتل النيابية بتحمل مسؤولياتها.
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أن التغذية بالتيار الكهربائي ستعود تدريجيا إلى ما كانت عليه في جميع المناطق اللبنانية بدءا من هذا المساء، وذلك بعد إصلاح الأعطال التي طرأت أمس على إحدى محولات معمل دير عمار، الأمر والذي أدى إلى انقطاع شبه تام للتيار في جميع المناطق بما فيها بيروت الإدارية. استمعت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية إلى شهادة الخبير الألماني جيرهارد جاير المدير التقني في شركة ميتسوبيتشي في ألمانيا، والذي وضع تقريرا في العام 2005 عن قطع فان الميتسوبيتشي كانتر. الخبير الألماني وقبل استجوابه من مكتب الادعاء خضع لاستجواب عن خبراته من كل من مكتب الادعاء وأيضا فرق الدفاع. اتخذت بعده الغرفة القرار بالقبول بشهادته كخبير في سيارات الميتسوبيتشي. جاير تحدث في استجواب الادعاء عن التقارير التي أعدها وخلص بنتيجتها إلى أن القطعة موضع تدقيقه تعود لسيارة الميتسوبيتشي كانتر. وقد عاين جاير وهيئة المحكمة قطعا من الفان عرضت في داخل قاعة المحكمة على أن يستكمل إفادته غدا الخميس. أكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن من يعطلون النصاب في جلسات انتخاب الرئيس لا يريدون الدولة اللبنانية بل يريدون دولتهم. حرب وخلال استقباله وفدا من نادي الصحافة لفت إلى أن ما يثيره وزير المال علي حسن خليل حول عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام إلا بموجب تشريع في المجلس النيابي هو عبارة عن تجاذب سياسي يرتدي طابعا قانونيا، وهذا الأمر سائر منذ 9 سنوات ويمكن معالجته من خلال مجلس الوزراء. نفى رئيس لقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الكلام المتداول عن الاستعداد لسحب ترشيح النائب هاري حلو لرئاسة الجمهورية، وأضاف أن لقاء الديمقراطي يعتبر أن ترشيح حلو الذي يمثل خط الاعتدال والوفاق والحوار من المفترض أن يساهم في إنتاج الحلول السياسية. ودعا جنبلاط القوى السياسية للخروج من السجون الفكرية والوهمية والذهاب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد. دعا الرئيس ميشيل سليمان النواب لحضور الجلسة النيابية في 23 من الشهر الحالي لانتخاب الرئيس الجديد. أكد الرئيس ميشيل سليمان خلال استقباله وزراء ونوابا على ضرورة ملء الشغور الرئاسي لتأمين سير عمل المؤسسات والتحضير لسن قانون انتخابي قبيل الاستحقاق النيابي، كما طالب الوزراء بضرورة الالتفاف حول رئيس الحكومة تمام سلام للحؤول دون تعطيل عمل المجلس الوزاري في هذه المرحلة الدقيقة. الرئيس سليمان استقبل سفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري الذي أكد أن بلاده لا تتدخل في الشأن اللبناني خاصة في موضوع الاستحقاق الرئاسي. أنا أعتقد اختيار رئيس للبنان يجب أن يكون من قبل اللبنانيين أنفسهم. نحن نحث كل الفرقاء السياسيين ونشجع كل الفرقاء السياسيين أن يجلسوا على طاولة واحدة وأن يبحثوا هذا الشيء ليجدوا الشخص المناسب، لأنه نحن في مرحلة تاريخية تمر فيها المنطقة وليس لبنان فحسب، تحتاج إلى من يستطيع أن يتعامل مع هذه الظروف وهذه التحديات. وكان وزير العمل سجعان قصدي أعرب عن خشيته من نية طرف يعمل على تعطيل مجلس الوزراء، أما النائب زياد القادري فتحدث عن تآكل تدريجي لمناعة البلد بسبب تعطيل موقع رئاسة الجمهورية. أكدت الأمانة العامة لقوى 14 من أذار أن لبنان وحدوده هما مسؤولية الدولة وليس مسؤولية أي ميليشيا حزبية أو مذهبية. خلال اجتماعها الدوري أكدت الأمانة العامة لقوى 14 من أذار تضامنها مع أهالي غزة الذين يواجهون آلة القتل الإسرائيلية. الأمانة العامة أدانت ادعاء حزب الله بأنه تسلم وظيفة تأمين أمن الحدود مع سوريا مطالبة إياه بالانسحاب الكامل من القتال الدائر في سوريا. تؤكد الأمانة العامة دعمها المطلق للشرعيتين اللبنانية والدولية ولشرعية الجيش اللبناني المسؤول الوحيد عن تنفيذ القرار 1701 والمسؤول الوحيد عن أمن الحدود كل الحدود مع إسرائيل جنوبا ومع سوريا شرقا وشمالا، حيث لا مجال لتقاسم مهمة حماية لبنان بين الجيش وأي تنظيم مسلح آخر.
الأمانة العامة طلبت وزراء 14 من آذار في حكومة المصلحة الوطنية بالعودة إلى قاعدة ربط النزاع مع الطرف الآخر التي على أساسها قبلت 14 من آذار المشاركة في هذه الحكومة، مع التأكيد أن لا أولوية تعلو في هذه اللحظة أولوية انتخاب رئيس للجمهورية. وفي النشر أيضا بعد الفاصل، قوات المالكي تنسحب من تكريت بعد معارك عنيفة، والقضاء المصري يصدر أحكامه في قضية التحرش الجنسي. أهلا بكم من جديد، المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. قوات الاحتلال تصعد في غزة بعد فشل المبادرة السياسية. الأسد يؤدي اليمين على وقع المجازر بحق شعبه. سلام يؤكد تماسك الوضع الأمني ويقول إن عدم انتخاب رئيس الجمهورية إساءة للبنان. بدأت في عمان اجتماعات لعشائر عراقية من الأنبار والموصل وكركوك بهدف توحيد الصفوف استعدادا للمرحلة المقبلة. في المقابل انسحبت قوات المالكي من مدينة تكريت بعدما واجهت مقاومة كبيرة من المسلحين وعناصر داعش الذين يسيطرون على المدينة. وفي الأنبار أعلن ثوار العشائر إسقاطهم لطائرة تابعة للجيش العراقي، فيما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بانتخاب سليم الجبوري رئيسا لمجلس النواب العراقي. أصدرت محكمة مصرية أحكاما مشددة تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة 20 عاما على 7 متهمين في 3 قضايا تحرش جنسي بوسط القاهرة في أثناء الاحتفالات بفوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتنصيبه في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي. كما قررت المحكمة إخضاعهم للمراقبة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء فترة عقوبتهم. أعلنت ليبيا فتح مطار معيتقية قرب طرابلس لتعويض إغلاق مطار العاصمة الليبية منذ الأحد بسبب أعمال العنف واستئناف الرحلات في مطار مصراتة، فيما ارتفع عدد القتلى في الاشتباكات قرب مطار طرابلس إلى أكثر من 60 شخصا وعشرات الجرحى. وسيتيح فتح هذين المطارين عودة آلاف الليبيين المحتجزين منذ الأحد الماضي في مطارات العالم. نشر بعد الفاصل. بعلبك تحضر لمهرجاناتها بعد توقف قصري العام الماضي. وأسواق اليوم وشراكة بين أبل وآي بي أم. أهلا بكم من جديد. تتحضر مدينة بعلبك لإحياء مهرجاناتها لهذا العام من خلال إحياء سلسلة حفلات في القلعة الأثرية. تقرير سليمان أمهز. إنها مدينة الشمس بعلبك بقلعتها الشهيرة وآثارها، تستعيد حضورها هذا العام بعد أن غابت قصرا عن ساحة المهرجانات الدولية العام الماضي. التحضيرات الميدانية للمهرجان تتواصل والإجراءات الأمنية اتخذت. وضع المدينة وقاع الأمني بألف خير بفضل القوى الأمنية والقوى السياسية الفاعلة. وبعلبك سنة الماضي نقل المهرجانات من هون، كانت فيه هدوء واستقرار، وكان هذا وضع كل الناس استاءت منه. اليوم بعلبك رجعت تلعب دورة الريادي بلبنان كمدينة ثقافية ومدينة سياحية. عم نتابع أدق التفاصيل لوجستيا أمنيا وحتى كبرنامج للمهرجانات. بعلبك اليوم جاهزة على كل الأصعدة تستقبل السواح الأجانب والإخوان العرب والمغتربين اللبنانيين. أول حفلة عندنا الفنان الكبير عاصي الحلاني بعاصي الحلم يلي عم بيجسد 4 فصول من حياته. تجدر الإشارة إلى أن المهرجان سوف يفتتح يوم الأربعاء في 30 من تموز المقبل، على أن يستمر حتى يوم الأحد في 31 من آب. عرضت نائبة هي الحريري في مجدليون مع وفد من مجلس نقابة الصيادلة لبنان برئاسة النقيب ربيع حسون لشؤون المهنة، لا سيما موضوع الترخيص لست كليات جديدة للصيدلة، وموقف النقابة الرافض لهذا الأمر لما له من تأثير سلبي على القطاع. النائب الحريري تسلمت من وفد قدام عناصر الدفاع المدني المسرحين من الخدمة مذكرة بمطلبهم الإفادة من أحكام قانون التثبيت. مواقف سياسية وإنمائية في هذا التقرير.
بحث رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة مع السفير التركي في لبنان إينان أوزلدز في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية. استنكارا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، نظم اعتصام أمام مركز الصليب الأحمر الدولي في بيروت، تخللته كلمات شددت على ضرورة إدانة العدو وفك الحصار عن القطاع. وفي صيدا نفذ أعلاميو المنطقة اعتصاما رمزيا ووقفة تضامنية عند ساحة الشهداء رافعين الأعلام الفلسطينية واللبنانية. رأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل محمد المراد خلال حفل إفطار أقامه على شرف منسقيات ومكاتب مجالس المنسقيات ورؤساء المجالس ومنسقي القطاعات في عكار أنه منذ عام 2005 وحتى اليوم هناك من يحاول أن يصادر الرأي الآخر ويفرض رأيه وسلطته على الآخرين معتبرا أنه على حق. أقامت السفارة الأمريكية في بيروت حفل إفطار لعدد من أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الأيتام الإسلامية في مطعم ماكدونالدز الدورة لمناسبة شهر رمضان المبارك، وتخلل حفل الإفطار ألعاب ترفيهية ورسوم على الوجوه للأطفال المشاركين. نظمت دار الإفتاء في بعلبك الهرمل بالتنسيق مع منسقية بعلبك في تيار المستقبل مولدا نبويا عن روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك في باحة المسجد الأموي بحضور مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح ومنسق بعلبك في تيار المستقبل حسين الصلح. أعلنت الجامعة الأمريكية في بيروت عن إطلاق صندوق الدكتور محمد شطح للمنح الدراسية، وذلك دعما للطلاب القادمين من شمال لبنان الذين يتخصصون في الاقتصاد والدراسات السياسية والإدارة العامة. نصل الآن إلى الفقرة الاقتصادية مع ريما نجار. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من أبوظبي ومع أكبر شركة عقارية الدار بروبرتيز اللي عينت محمد خليفة المبارك رئيس تنفيذي للشركة بعد سنة من دمج الدار العقارية وشركة صروح العقارية. الدار المملوكة غالبيتها من قبل الدولة صرحت ببيان أنه مبارك كل القوة الدافعة وراء العديد من المبادرات الاستراتيجية بما في ذلك تطوير ياس آيلاند الرياضية والسياحية. والجدير بالذكر أنه الشركة كانت قد صرحت بنيسان أنها عم تنظر بإدراج وحدة الخدمات من خلال طرح عام أولي بالسنوات المقبلة. ومننتقل للسعودية مع شركة عليان للتمويل يلي أعلنت نهار الأحد أن اشترت حصة كبيرة من غلف يونيون فودز من مجموعة من المستثمرين بما فيهم شركة جدوى للاستثمار. الحصة اللي تم شراءها بتبلغ 51% من دون ذكر أي سعر للصفقة. وليلي ما بيعرف غلف يونيون فودز فهي إحدى الشركات الوطنية الرئيسية اللي بتساهم بقطاع التصنيع الغذائي خاصة العصير والمشروبات. أما شركة جدوى فهي راح بتبيع كامل حصتها والبالغة 30% المكتسبة من كانون الأول 2009. ومننهي من بريطانيا مع شركة شاير للأدوية اللي عم تنظر لعرض استحواذ من منافستها الأمريكية أبفي بعد آخر عرض تم عرضه على المساهمين من قبل مجلس إدارة شاير. بحب شير إلى أنه العرض مغري لأبفي بما أنه رح تستفيد من تخفيضات هامة على الضرائب بفضل مشروع قانون الضرائب. أما بالنسبة لشاير تحت العرض الجديد والبالغ 87 دولار للسهم الواحد فرح يملك المساهمين حوالي 25% من الشركة الجديدة. هذا كل شيء لليوم، شوفكم بكرة. وإلى صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. جو مستقر ورطب مسيطر معنا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. التفاصيل أكيد منشوفها بعد شوي، بس هلأ مننتقل على فقرة صورة وشمسية. بعتونا صوركم على أكاونت الإنستغرام تتربحوا معنا جايزة بكل آخر الشهر. مذكركم أنه موضوع هذا الشهر هو موسم البحر. ومن فقرة صورة وشمسية منوصل على الدول العربية تنشوف كيف عبيكون طقسها. منبلش على الخريطة مع القاهرة 36، تونس 31، الرباط 27 درجة، بغداد 45، دمشق 33، المنامة 39 درجة، والختام مع الكويت 48، الدوحة 44، أما رياض 40 درجة. نرجع لبنان، عم بيكون في عنا طقس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة. على الساحل الحرارة عم توصل أقصاها ل 31 درجة، أما أدناها ل 22 درجة. الرطوبة عالية عم بتسجل 80%، أما سرعة الرياح عم توصل ل 35 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم تتراوح بين 15 و 23 درجة، أما بالداخل عم توصل أقصاها ل 33 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. منبلش مع عكار 30، طرابلس 29، الأرس 22، الكورة 30 درجة،
الهرمل 28، القاع 25، بعلبك وري 26 درجة. نوصل بجولتنا عجبيل 29، فريا 27، جونيا وبعبدا 31 درجة، وبيروت كمان عم تسجل 31 درجة مع طقس غائم جزئيا. زحلة 33، شتورة 31، عنجر 32، مشغرة 30 درجة، جزين ورشية 30، مرجع عيون 29، بنت جبال 30 درجة، والختام مع بيت الدين صيدا صور وقانا و 30 درجة. كيف رح يكون الطقس للثلاث ايام الجايين منشوف سوا؟ منبلش مع بكرة الخميس مثل ما شايفين، ومثل ما ذكرنا عنا استقرار بدرجات الحرارة مع طقس غائم جزئيا، والحرارة عم تستقل للخميس والجمعة والسبت لل 31 درجة أقصاها، أما أدناها عم تتراوح بين ال 24 و 23 درجة. عم بيكون في عنا ضباب على المرتفعات، أما على ارتفاع 1850 متر الحرارة عم تتراوح بين 12 و 22 درجة. بعتولنا صوركم على أكاونت الانستغرام والفيوتشر تي في أبليكيشن، وأكيد شو ما كان طقسكم المفضل لقونا على طول على المستقبل. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. قوات الاحتلال تصعد غاراتها على غزة بعد فشل المبادرات السياسية وتستدعي المزيد من قوات الاحتياط. على وقع المجازر، رئيس النظام السوري يؤدي اليمين لولاية رئاسية جديدة. لبنان ليس فيه بيئة حاضنة للتطرف والإرهاب. سلام يؤكد تماسك الوضع الأمني ويرى في عدم انتخاب رئيس الجمهورية إساءة لصورة لبنان. بهذا نصل إلى ختام النشرة. من سلمان ومني نتمنى لكم بقية سهرة هادئة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. والله كل اللي عم نشتغل فيه عم نحطه للمايك.